السلام عليكم البنات مره ثانيه في اسباب رميساء اللي جات في حي حسني شارع افغانستان حدا مسجد افغانستان بالضبط ومع السوربريز ديال بوشعيب اللي ما تيبخلش لينا بلي السوربريز ديالو. اهلا سي بوشعيب، شنو المفاجات اليوم؟ المفاجات اليوم اختي قال لك شحال ديال الكليان كيقولوا بان ما بغاو شي حاجه رخيصه، قال لك تما ما كتفكروش في الدراوش، مع ذلك حنا راه حنا دراوش وعايشين مع الدراوش، ولا لا خطينا الدراوش، وانا شخصيا لا قتلني مع الدراوش، والله حشرني مع الدراوش، والله يبعثني مع الدراوش. هذه اختي حرير، ها هي دو بياس كيف تشوف اختي ساميه دي حرير، كذلك طرز تنبت العبار ديالها فيه 3 متر، هذا لاصوى كذلك معها، هذه هي الدرويشه درت ليها هذا، احسن ثمن غير ما غاديش تقبضي على الغرض 450 درهم. 450 3 متر في 3 متر، يعني 3 متر الفوق و3 متر التحت. 450 درهم، انا نوريكم اللوينات ديالهم، يعني حريريه دو بياس 450 درهم. العبارك ديال 3 متر في 3 متر، ديرها اي بازي، ديرها مخزنيه. اللوينات كيف كتشوفوا، اختاريت لكم كذلك اللوينات زوينين، اختاريتهم على ذوقي، رومتهم على ذوقي، تما عطيتهم وقتهم الكافي باش كيقول لك حنا ما كتفكروا غير في الناس اللي لاباس عليهم، بالعكس انا كنموت على الدراويش حيت انا درويش، والله يحشرني معاهم ويقصني معاهم. ان شاء الله يا ربي حنا كاملين. اللهم امين، هنا. كاين عاوتاني هاد اللوين، شوف كيفاش داير، هادي دايره 450 درهم، هادي 450، 3 متر في 3 متر، القفطان 3 متر، واللبسه كذلك 3 متر، وبغيت ديرها غير قفاطين في قفاطين ممكن، بغيت تستغل هذا قفاطين وتستغل هذا تا هو كذلك قفاطين بوحدو، راه ما كيبينش، لا سوا حرير 100% سوا، لا هذاك ولا هذا، يعني خفاف بجوج، هادي دايره 450 درهم، اللي كتقول لك أنا درويشة ما درتونيش في البال، بالعكس أختي. نزيدكم واحد القضيه اخرى، ثم اللي كتقول الدرويش، الدرويش راه هو اللي كيلبس، الدرويش هو اللي كيعيش، الدرويش هو اللي كيدير فوق جهدو باش يريح نفسه، بالعكس الدرويش كيلبس، الدرويش كيسهل في راسو، الدرويش كياكل ويشرب. هنا 450 درهم، 3 متر في 3 متر، الدراويش هما اللي كيلبسو كياكلو كيشربو كيعيشو، كتلقى درويش ودار الايفون الاخرى ايفون اكس، ايفون اكس 450 درهم. فعلا الدراويش هما اللي تيلبسو مزيان وما تياكلو مزيان، متواضعين، هداكشي علاش راهم دراويش، حيت كيتهلاو في راسهم كيخسرو على راسهم. فعلا 450 درهم. أنا أختي الدرويشة، هاد غزال، أنا حتى كيحمق، أنا ميمتي الدرويشة، أنا بنتي الدرويشة، 450 درهم، 3 في متر في 3 متر، طرزين بتي تبرع عليا مع راسك، خاطر داكشي كيف ما تشهيتي، توب راه حرير طايح نازل، تقدري ديري العكس، تخلي السامبل هو الفوقاني وديري لاصو هو الحساني، هادشي كامل يمكن لك في هاد التوب هذا، وإلا وحالتي في الخياطة ولا في الفصالة، مرحبا بك بوشعيب كيقول لك، اللي وحالتي فيها، الله يجعل التقليد في عندك، مع الغار اتصلي ونوريك شنو ديري. 450 درهم، هذه ما بغاتش تتقدى وصافي تبرع راسها في هذا العيد. مرحبا 450 درهم. انت عاوتاني على اللون، واخا كتشوفوني كنلوحتو في الارض، يعني الارض راه نقيه، راه كنسيقها بسيدي علي يوميا. انا 450 درهم، شو على لون كي داير؟ الفيغ الناس الساقي الفيغ أنا 450 درهم، 3 متر في 3 متر، هانا فينكم الدراوش؟ راه ما كايناش شي حاجة كثيرة، هانا شكون اللي تفرح براسها؟ انت على لون اختي عاوتاني ثاني، وهذا الشيء ديال الصيف بنات الحرير راه كيمشي الصيف هانا، اللوينات كلهم بهجين لي كولور واعرين صراحه، حتى والله الا دايرين 600 درهم، بالله 600 درهم اللي دايرين، وحيت لكم 150 درهم يعني داخل باش كتسموا ديك الكلمه اللي كتقولوا، حيت انا فقير كذلك درويش كنحس بالدرويش، حيت انا اللي غنحس به، حيت انا درويش، حيت 150 درهم 600 درهم قسما بالله ما تساليني حلوف، 600 درهم درت لكم 450 درهم. صحتكم، ندي خدات شي حاجه صحتها. هادو اختي عاوتاني ساميه، هادو كنا دايرين لهم 1000 درهم، ما بقوش عندنا فيهم اللوينات بزاف، يعني هاد الشيء ساله كان 1000 درهم، زاكا ديال المحل 600 درهم، هاد الدرويش، هاد الدرويش، هاد الزاكا، هاد الزاكا ديالك اختي، ها هي، هاد الزاكا ديال المحل، حلال فيك،
600 درهم فلاور طروا دي ب 600 درهم 3 مترونس 600 درهم كتقول لك انا ما كديروا ما كديروش الدراويش في بالكم ها انا اختي الدراويش ها انا الغوش ونزيدك حاجه اخرى تقدري تغيري الدوبلور القفطان يعني القصدي هو القفطان ديري له اللي عجبك ما عنديش مشكل خيرك هادشي كامل ب 12000 ريال والبياسه اللي كاينه راه ما معوداش اللي بغات شي حاجه تسكرينها اليوم قبل غدا انا عاوتاني اطروات دي 600 درهم 3 متر ونص في التكشيطه و 3 متر في القفطان 600 درهم هادو محسوبين زاكا 10 ديال المحل 600 درهم هادو خاصين بالدراوش 600 درهم كلشي يلبس بصح هذا هو الشعار ديالنا اشباب رميساء كلشي يلبس كلشي يلبس شي حاجه تقليديه بما اننا حنا كنعشقوا التقليدي واللباس المغربي كيبقى ديما عنده واحد الميزه خاصه بالنسبه للمراه وحنا ديما معروفين كنعشقوا التوابس وسي بو سي براكي تعاون مع كلشي باش كلشي يلبس بطبيعة الحال وديما كيف قلتو افكار جديدة ديما افكار جديدة وديما اثمنة جديدة وديما سلعة جديدة ونقول لكم عاوتاني وديما مفاجأة جديدة عاوتاني السيمانة الجاية ان شاء الله كاين واحد المفاجأة اخرى عاوتاني هذا قلت الدراوش السيمانة الجاية ان شاء الله جايب دوك الناس اللي لاباس عليهم الله يزيدهم تما ويبارك ليهم يعني كاينه شي حاجه مليحه نبغيهم تما يكونوا معنا ويوجدوا بان ما راه جايبين شي حاجه اللي كدير 6000 درهم 7000 درهم غنديروا لها 4500 درهم في هذا اليومين ان شاء الله الله يرزق الصحه والسلامه 3 متر ونص على متر ونص فوالا حتى اللي كيبغي يلبس بوحديته هذا الشيء اللي كيقصد بوشايف يعني راه كلشي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي كتبغي تلبس بوحديتها وما كتبغيش شي وحده اخرى تلبس بحالها حتى هي كاين اللباس ديالها عندنا يعني من الاوت كام ديال الباسي حتى عند الناس الدراوش اللي خدام اللي كنصوروا لهم دابا جميع الطبقات كلشي يلبس اللي عنده شي حاجه راه الله اللي عطاه واللي ما عندوش رضى بلي قسم ليه الله الله يعطيك الحمد لله راه كلشي بخير 600 درهم انا عاوتاني ايباس 600 درهم انا خصي عاوتاني سامي طروادي اللون كروب كيف كنقول لكم ديما اللون كتغير ديروا اللون اللي بغيتي انت اللي ارتاحيتي ليه انا كنقترح اللي عندي والاختيار ديما كيبقى ليك ياسر طروات دي 600 درهم 3 متر ونص موزونا كارتي وغادي تخسري عليها فاش شنيف جوه بجوج وديها ايفازي ممكن وديرها صاري ممكن تخيطها بحال هكا بالطريقه هادي خلي هاد الشنيف ويعني هما اللي يجيو القدام وديرها في ليمونش بغيت دير العكس عاوتاني ديرها في شكل ديال الغوب كتخيط عاوتاني بحال هكا بهاد العمليه حيت هي اصلا فيها 3 متر على متر ونص كناخذ هاد الحاشيه كيف كنوريكم كنجيبها هنا يعني بحال الفي كتجي صاري ايفازي في نفس الوقت 600 درهم انا خشيت الدرويشة انا بنت باب الله انا لا الكافيار
اللي هو الجليتر اللي هو الملقب السيراميك 600 درهم. تخدم بالدوغي، تخدم بالبرونز، تخدم ماغو شوكولا، تخدم بالرويال، تخدم دور، تخدم كارتي، يعني اللوين باش ما خدمتها طلع 600 درهم. تجي مخزنيه، تجي غوب، تجي روميه. كيف بغيتي تخيطها تخيطها، بغيتي ديرها حتى 3 بياس ممكن، زيد على الماغو ولا زيد على البرونز ولا زيد على حتى كذلك حتى الفيروايال، ممكن تجي 3 بياس، ممكن دير مع القفطان، ممكن كذلك دير حتى مع المبره 600 درهم. نخسي عاوتاني على لون، ممكن نديرو نوار في نوار، ممكن نخليو هاد اللون، ممكن نديرو الفيشيا كذاك. الغوج توا كيجي، لو جون توا كذلك كيجي، الموف كيجي، فيغوز كيجي، البوردو كيجي. هاد اللوينات كاملين كيمشيو مع التيوب، كيمشي مع هاد اللوينات اللي قلت لكم كاملين. هادي دايره 600 درهم وباقي ما يدار وباقي ما يتقال. وعدنا ما نقول لكم، وكاين واحد الكريب عاوتاني كذلك داخل، ودخلت واحد السلعه وثاني جاو شي ناس سامو. المهم كانت كيف كنقولوا احنا القرصانه، يعني هي عادي ما نعاود لكم عليها.